بدأ المترشحون لانتخابات الفصل التشريعي الخامس للمجلس النيابي وكذلك المجلس البلدي بافتتاح مقراتهم الانتخابية في مختلف محافظات المملكة، حيث من خلالها يعرضون برامجهم الانتخابية أمام الناخبين وأهالي دوائرهم بالتحديد من أجل التواصل مع الناخبين وتعريفهم عن كثب على مرئيات وأطروحات كل مرشح منهم. هنا خبرات تمازجت بحضور الشباب والعنصر النسائي، كفاءات في مختلف المحافظات وعلى الصعيدين التشريعي والخدمي. ووسط هذه المنافسات بدأ سباق الظهور والتعريف من قبل المرشحين بالبرامج الانتخابية، وتفاوتت فيما بينها، ولكن تبقى كلمة الفصل لدى أولئك الناخبين لاختيار من يمثلهم بكل اقتدار. أي واحد ينتخب نائب لابد أن يتحقق أنه كفء في حق يملي كرسي، وبعدين ما يدخل على أساس مادة ولا جاه، لازم ينتخب الواحد اللي تشوفه داخل وفيه كفاءة حق المجلس. ناخب اللي بيروح ينتخب معناته أني بأهل أي أحد يطلع، وبعدها أنا لازم أحاسبه. إذا أنت أهلت واحد غير كف ما تقدر تحاسبه، لأنك أنت الخطأ منك. الأساس هو الناخبين مش المرشحين. نتمنى من جميع المواطنين أن يرشحون، إذا ما رشحوا لأن هذه ظلم للوطن. نتمنى من جميع يرشح عشان يختارون الإنسان الكف. إذا ما رشح معناته بيختارون أي إنسان آخر، لكن نتمنى أن يمرون إلى مجالس، يمرون المقر الانتخابي. الإسكان وتحسين المعيشة والضمان الصحي وغيرها من الملفات كانت حاضرة في هذه المقرات، حملها على عاتقه كل من أولي الخبرة بخبرته وشريحة من الشباب بروح الشباب، وكل ينشدها بطريقته. هاي حزتنا احنا كشباب ان احنا نوقف مع اللي راح يرشحون روحهم علشان نطلع ديرتنا حضارية من بين كل الدول انها احسن بلد، واحنا نحب ان احنا مثلا نختار الاحسن تطورا والاحسن اراديا وانجازا علشان نطلع البحرين باحسن صورة. احنا كشباب صار هاي الشيء، بما ان احنا نقدر نصوت صرنا نبحث اكثر شنو النيابي، شنو البلدي، شنو هي الانتخابات، ليش دورنا احنا كمواطنين نروح ننتخب، نروح نصوت. فصار عندنا ان هذه دور على كل مواطن بحريني لازم يروح يصوت، لان هاي دور يعني في النهايه احنا نبي نوصل البحرين لاعلى المراحل، لاحسن المراحل على الدول. انا حابه اشيد النواب بالنسبه للضمان الصحي. نواب السابق يعني كانوا ذا كفاءة، ولكن أتمنى النواب حاليا أن يكونون أكثر كفاءة ويهتمون في هاي المجال. 40 دائرة نيابية و30 أخرى بلدية تشهد منافسة قوية بين مئات المرشحين ركبوا في سفينة الديمقراطية التي أرساها جلالة العاهل المفدى. أمال يفتش عنها أولئك الناخبون في هذه المقرات، وكل تتناغم آراؤه مع ما يقنعه من برامج انتخابية مدروسة ذات رؤية واضحة. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.